بس ما في اللي صعب اللي صعب دولت الرئيس أي ساعة الدورة الثانية؟ نعم أي ساعة الدورة الثانية؟ فورا الدورة الثانية فورا في نواب عم تطلع لأن عم يظهروا خلينا نوزع أوراق دولت الرئيس عدلي اللي بنصاب خلينا نعد دولت الرئيس خلينا نعد أحسن دولت الرئيس عم بيطيروا الجلسة صحيح مثل ما عملتوا هاي ذيك المرة إذا بتريدوا دولت الرئيس استدعي النواب ما يفلوا الله يخليك عدلي النصاب يا وزع اوراق دولت الرئيس لك فيك ترتاح شو هي ما بيخلوك تحكي داخل الحزب الكتائب تجي بتحكي هون صحيح دولت الرئيس قداش اللي صار